نشوف مقادير. اول حاجه هنبدا بيها مع بعض الكبده الفراخ بدبس الرمان، مقاديرها على الشاشه. كبد فراخ من غير كلاوي عشان تستوي كلها في وقت واحد، ومعانا دبس الرمان ومعانا فصين من التوم وشويه بهارات من ايد النجم الكبير الاستاذ كريم. يا حبيب قلبي انا عايزك تتبل الكبده انت بايدك، يعني ده تتبيله. بتحب الفلفل زود فلفل، بتحب الكمون وهكذا. سايب لك حاجه يعني. انا كده كده هبقى احكي لك موقف بعد شويه تمام. هيخليك ما تحط ما تخلينيش احط ايدي في الاكل بجد. والله هتقلق مني. هتقلق مني. يخص الملح بس زياده؟ لا. مره كنت مسافر. حلو. كنت مسافر بره. حلو. فقعدت فتره اكل جانك فود، قاعد لوحدي. جانك فود. زهقت بقى. عايز تغير. قلت لا انا هخش المطبخ. حلو. انا هعمل زي الرجاله السناجل. تمام. اللي بيخشوا في اللي بيقعدوا بقى يخشوا يعملوا اكله. حلو. فقررت اخش اعمل الاكل الجميل. فطبعا انا زهقت من ايه؟ من جانك فود. حلو. لما فكرت اعمل اكل في البيت فكرت اعمل ايه؟ بقى جانك فود. عملت برجر. تمام. طيب عملت برجر بقى ازاي؟ جبت زي ما حضرتك كده بتعمل دلوقتي. جبت الطاسه الغويطه ديت. ايوه تمام. ومليتها زيت، خلصت ازازه الزيت عليها. حلو. ليه؟ عشان عايز احط برجرايه. حلو. تمام. فحطيت البرجرايه في الزيت قبل ما اسخنه كمان. حلو. تمام. اهلا وسهلا. فطبعا البتاعه طلعت لونها اسود غامق. بس قلت لا، ده اول تجربه ليا في المطبخ فعادي هاكلها. خلاص. قبل ما باكل انا راجل احب النظافه. حلو. قوي. حلو. فقلت لا انا هنضف الاول انا عملته دوت، وبعد كده اخش ايه الاوضه اكل براحتي. حلو. فعملت ايه؟ خدت الطاسه الغويطه قوي اللي مليانه زيت ديت. وحطيتها تحت الحنفيه. العب. ايوه. الدنيا ولعت. هو بالظبط اللي انت متخيله ده. خلاص خلص. والله. انا بجري بقى فاهم. انا سايب سندوتش البرجر وبجري. انا مش عارف انا عملت ايه. الدنيا انا مش عارف الجريمه. ميه على زيت مولع فالدنيا باظت يعني. بس لا ده موقف ما يتنسيش فعلا. بس ساعتها بقى قلت خلاص انا القصه. بس خدت درس انك ما تخشش المطبخ. خدت درس انا ما اخشوش. طب ليه ما فكرتش انك انت تجرب تاني وتالت وتنجح في الموضوع ده؟ بص هو حاجتين بصراحه. يعني كلنا حصل معانا مواقف. بعيد عن الهزار. انا كنت شاب، ماما بتعمل اكل حلو قوي. حلو. ست مراتي ست بيت شاطره. حلو. شهاده. وانا راجل اصلا طول الوقت بره، يعني طول الوقت شغال. فمش بطبيعه شغلك يعني مش بسال على اكل. حلو. يعني مش بسال على اكل، يعني ما بروحش البيت مثلا اقول لها ايه انت ازاي النهارده ما عملتليش مش عارف ايه، انا فين الاكل اللي هتعشى بيه ولا هتغدى بيه؟ مفيش. انا اي حاجه فمرضي باي حاجه خلاص. فمش يا حظها مش مشغول قوي بالاكل، مش من الناس الحبيبه اكل يعني. حلو. اللي هو يعني انا بس بفرج عليك دلوقتي ومستمتع قوي. لدرجه ان انا مش متخيل انت ازاي واصل للمرحله دي. طبعا شغلك. ايوه حبيبي. وشاطر فيه. اشطر الشاطرين كمان فيه. الله يرضى عليك. بس بالنسبه لي دي حاجه بعيده قوي. انت انا حطيت الكبد الفراخ. كبد الفراخ بتحب التوم. بتحب البهارات شويه سبايسي. والله غزيتها بشويه روزماري، بما ان احنا نحط دبس الرمان. فحطينا شويه روزماري اهو بالشكل ده كده. بس انا ما مليتش الطاسه زيت زي ما حضرتك عملت. لا طبعا ده شغل شويه زيت صغيرين كده علشان ايه يشمعوا الكبده. صح. حلو الكلام. حلو. بس وظبطنا الملح والتوابل كلها اهيت. انت بقى عايز سبايسي اخلي لك سبايسي شويه؟ انت عارف قول لي عايزها ايه وانا اعملها لك. لو لو انت بتحط سبايسي بقى شطه ولا فلفل؟ فلفل. انا ما بستخدمش الشطه، ما بستخدمش الشطه اللي هي البودر. الله عليك. بستخدم الحاجات الطبيعيه، الفلفل الحار ده. الفلفل العظيم. ده كده. وده مش سبايس قوي على فكره عشان ما نبقوش انانيين، الناس كلها تاكل والضيوف. اهو الشكل ده كده. واحنا شغالين مع بعض بقى، عايزين نسال بعض شويه اسئله كده حلوين. كريم النجم الجميل الحلو اللي بيقدم لنا برنامج رقم 10 على شاشه القناه الاولى، ايه رقم 10 ده الاول؟ عايز اعرف ليه رقم 10. هو ده. ليه رقم 10؟ رقم 10 الناس اللي بتحب الكوره. حلو. تمام. عارفه ان رقم 10 دوت هو الكينج. هو هم الاساطير بتوع الكوره كلهم. رقم 10. حلو. فاحنا قلنا واحنا بنعمل البرنامج، احنا هنعمل برنامج رقم 10 انه اي حد بنشوفه في اي رياضه او في اي لعبه هنسميه رقم 10. حلو. فاحنا حاولنا نتميز بفكره رقم 10 ديت ان المميزين يكونوا ان شاء الله موجودين معانا. اي حد بيبقى ضيف معانا هو بالنسبه لنا رقم 10. حلو. هو نجم الفرقه، هو نجم الكوره يعني. حلو. بس فالفكره جت من هنا. فده رقم 10 فعلا رقم مميز، حتى الفانيلا وانت شايفها رقم 10. يعني عاده الناس لما تيجي تعمل برنامج يقول لك هعمل برنامج ابقى رقم 1. حلو. ابقى يا بلس 1 يعني فاهم. احنا اخترنا رقم 10 واسم جميل على فكره، وهو في الاصل هو اكثر تميزا في كره القدم عشان الفانيلا رقم 10 لها تاريخ اصلا في الملعب. طبعًا يعني طبعا. طيب الفنان الجميل بيحب يتعزم ولا يعزم؟ بصراحه مش هينفع اقول الكلام ده، بس يعني اقول يعني وخلاص. احب اتعزم. تتعزم. احب اصلا انا مش بتاع فرهاده عزومات. انا اعزم. انا ممكن اعزم بره. بس ما اعزمش في البيت. في البيت لا.
بس هتعزم في بره، احب بقى ايه ادوق الاكلات اللي في البيوت المختلفه. حلو، يا سلام اروح بيوت كده وتستطعم اكل البيوت. احبه يعني. جدا. ولا المطاعم اكتر؟ بص المطاعم عشرتي معاها اكتر عشان طول الوقت بره زي ما انا قلت لك. بس لا اكل البيت هيفضل اكل البيت اللي يعلى عليه، وخاصه اكل امهاتنا. ابدا لا امي دي ما فيش، يعني دايما اقول امي ما فيش زيها في الاكل. امي ثم امي ثم امي. طبعا. ايه الاكله تحب تاكلها من ايد والدتك؟ والله كل حاجه. زي بس هقول لك شويه الحاجات اللي هي مش البيزكس يعني. حلو. مش الحاجات العامه اللي هو الفراخ والوز والبط وان كانت بتعمل حمام عظيم جدا. بس حابب مثلا منها القلقاس. القلقاس دي خلي بالك مش اي حد شاطر فيه. انت عملت مره قبل كده وانا قاعد بفرج على الحلقه كان نفسي اجي لكم. الباميه الويكه. الله عليك، ده تزود بقى. ايوه امي بتعمل بقى. على فكره في كتير قوي من الشعب المصري ما يعرفوش الباميه الويكه اصلا. دي مشهوره جدا في اسوان صعيده. بالظبط صعيده. عارفين الباميه الويكه. بس الباميه الويكه دي امي بتعملها مع شويه ليمون وفراخ محمره جنبها. والعيش الجميل، العيش المفقع. ايوه وتاكلها الجلاش باللحمه المفرومه، المكرونه بشاميل، دي كلها اكلات عظيمه امي بتعملها. الاكلات بتاعت الزمن الجميل والاكلات اللي ايد امهاتنا دي لا يعلى عليها طبعا. بس في طبق انت بتحب تاكله من ايد والدتك. يعني هي بس الوالده اللي بتعمله. ايه هو اللي هي ماما بس اللي بتعمله؟ يعني مثلا الزوجه ربنا يخليها لك طبعا هي بتعمل كل حاجه، بس برضو تقول اكله امي. لا هي امي طبعا هتبقى لها الافضليه يعني. هتفضل لها الافضليه. انت هنا الاجابه شويه اجابه بس فيها. انا بحب من امي زي ما بقول لك بتعمل حمام كويس او بتعمل مكرونه بشاميل حلو قوي يعني. دي الاكلات اللي انا بحبها منها قوي. تحب تاكلها من ايديها؟ بتعمل زي شيش طاووق كده فراخ في صينيه بمستردة كده، ما بعرفش طبعا التفاصيل. بتطلع من الفرن وهي متقطعه صغير كده. طعمها خرافي لو ده على التميز. ما اعرفش يعني حاجه إيه. مدرسه الشيش طاووق بس مدرسه ماما يعني. بالظبط كده. حاجه بتاعتها هي مميزه فيها يعني. طب وايه الاكله المفضله من ايد المدام ربنا يخليها لك؟ بتعمل جمبري عظيم جدا. العب يا سمك. انا راجل اكل جمبري باي طريقه في الكون. دول ان الجمبري جو جمبري بيزود الكوليسترول، ممكن اكله كل يوم يعني. حلو. بس احب الجمبري. هي بقى بتعمله بتتبيله حلوه قوي، بتعمله بقشره كده زي الاسكندراني. في صينيه بالفلفل الالوان بتتبيل معينه كده بتبقى طالعه حلوه يعني. طبعا بيبقى من ايديها كمان احلى واحلى يعني. طبعا. انت ما بتخشش المطبخ مثلا فكرت في يوم تلعب كده وتقول لي انا مثلا بعرف اعمل اكله في البيت؟ سيبك بقى من موضوع البرجر ده والجانك فود. بص هي ليها علاقه، مش ان انا مش عايز. ليها علاقه ان انا مش واثق ان انا هعرف اعمل حاجه كويس يعني. ما عنديش مانع ان انا اخش المطبخ. حلو. بس انا مش واثق ان في حاجه هتطلع مني كويسه، حاسس ان انا هعمل مصيبه. يب. وخد بالك انا ملخوم طول الوقت يعني. مثلا لو قدام الحاجات دي كلها هتعمل ايه منها؟ دي ده صعب. لا في اذيه هتحصل، في اذيه. في حله هتقع، في صينيه هتتكسر، في نار هتضرب. فانا مؤذي في الحته ديت، بتلخبط يعني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. نجمي ونجمكم وضيفي وضيفكم النهارده المتعلق على شاشه القناه الاولى ورقم 10 بالنسبه له، يعني الكوماندا اللعيب الكينج في الملعب. انا عايز اقول حاجه. اتفضل. بصوا يا جماعه، مش عارف ارفع الكاميرا ولا انتوا هتجيبوا من فوق بقى. بصوا التاتش الحلو اللون الاحمر اللي اتحط. انا طبعا كنت عامل حاطط انا شويه حاجات كده. راحت شيف واحنا في الفاصل كده، راح رش شويه بركه احمر كده. لطاف. خلوا الشكل حلو قوي. هي فعلا العين بتاكل قبل المعدة صح؟ انت بتهتم بالموضوع ده بالمناسبة؟ انا لو الاكل بالنسبة لي شكله مش حلو ما احطش ايدي فيه. شفت ازاي؟ يعني ممكن يبقى الاكل اصلا طبخة حلوة جدا. حلو، برافو عليك. بس مش معقول. بتتكلم على اهم نقطة. انت عارف انا اصلا مراتي لما تيجي تحط لي الاكل تهتم جدا بالشكل. هي الاول كانت بتحط زي بيت امي كده بالرز بأي بالبركة كده. حلو. لا انا لو الاكل مش شكله حلو قدامي ما اعرفش اكل. ممكن يبقى طعمه مش حلو. بس الشكل يشد انتباهك. طبعا. وده بيحصل كتير على فكرة في اي حتى السندوتش. مع البطاطس وملفوف ورق زبده جميل. عارف انا لو في مطعم والاكل جه بشكل مش كويس عندي على طول. حتى لو قال لي الاكل حلو اقول له لا، ما هو انت لازم تقدمه لي بشكل كويس. مظبوط. وده مهم. فدي نقطه مهمه. طيب ايه رايك في الكبده بتاعتنا؟ ريحه عبقريه. حط لي بقى عندنا فلفله حلوه ودبس. انت لسه ما حطيتش دبس. انا عايز حضرتك كده اللي تحطه. انا تعالي في ثلاث حاجات هيشاركوا هنا. تعالى لي الطحينه. هتدي قوام وسماكه للكبده. طب انت عايزني احط ايه الاول؟ ما انا هقول لك بس تشرح كل حاجه. ليه؟ عشان الساده مش لما بتلعب كوره حلوه تبقى وراها هدف. صح. يا جون يا بتباصي. طبعا. حلو. طبعا. وفي حاجه اسمها عندنا بنى اللعب. بنى اللعب عشان توصل للجول. توصل للجول ده، وده صعب على فكره. طبعا. بيبقى هو اصعب حاجه. طبعا. ده سهل جدا. طبعا. فطحينه هتدي قوام والبهريز للكبده. حلو. الفلفله الحلوه تدي شويه سبايس كده اللي هو تخليك تاكل مره واثنين وثلاثه منها. حلو جدا. دبس الرمان مزازه وطعامه حلاوه للجميل. حط الثلاثه بقى بكمياتك انت، عايز اشوف ذوقك في الكميه. يا نهار ابيض. سؤال صعب. ها المعلقات. طيب. وممكن تستخدم المعلقه في الثلاثه مفيش مشكله. ماشي. واحده واحده كده بقى.
وانت برضو راجع راجع وراها عشان انا بس انا والله ايا كنت اي حاجه تحطها تتاكل زي الفل. قلقان على الناس اللي هتاكل في الاخر. اللي انت بتحطه ده ايه؟ طحينه. الله عليك حلوه كويس ان احنا عرفنا اسمها. ده برضو ده مش لعيب الدرجه دي. لا تمام زي الفل. وطحينه خام على فكره دي مش سلطه. ما هي واضح يعني معلقه منها بتكفي. يا خبر ايوه شفت اديتك غششتك انا. الحق نفسك. ايوه هو تحط بقى شيشه ميه كده. انا بنفس المعلقه؟ اي بنفس المعلقه عادي. اوكي. ميه عشان الطحينه اللي طب اقلب بقى اقلب الاول؟ لا من غير ما نقلب عشان ما تتكسرش الكبده. اوكي. طيب بعد كده؟ ده اللي هو السبايسي يعني. ايوه شويه اوه بس كده حلو كمان سنه كمان شويه كمان شويه عشان الكبده شويه لو مش سبايسي بتحس ان هي فقيله. ايوه صح صح صح. الله عليك وعلى والديك. دبس الرمان حطه كله بقى. كله؟ ده دي مزازه وطعامه وحاجه حلوه كده. هو ده تخيل بقى الانسجام بين الثلاثي ده. طحينه دي مدرسه مدرسه طهويه. طحينه شويه سبايسي شويه دبس الرمان. تمام حلو. شوف المفاجاه بقى. شوف المفاجاه اللي جايه دي. مكعبين من الزبده. يا ويلي يا الله. هو ده هتاكل كبده فراخ. انت عملت زي اللي بيجي يجيب جول. أيوة. يحب يعمله بكعبه ما يشوطهاش بوش رجله. يحب يحلم بيه اللي هو لا اللي هو لازم حته كده فنيه. أيوة. حته جميله نحط برضه عشان الناس تقول الله الله. ايوه حلو. انت حطيت ايه دلوقتي؟ ميه. لا هو بيترجم الحاجه اللي انا بحطها في ده. انا حسيت حاجه دلوقتي. انك بترجم الحاجه اللي انا بعملها كانك في الملعب. الله اكبر عليك يا حبيبي. زبده ساحت مع الطحينه. طبعا الطحينه لها دور مهم جدا. تمام. قوام مش نشا بقى ولا دقيق. يعني البهريز ده لازم يبقى لهم مذاق وله قوام وله انسيابيه مع الكبده. تمام. نسيبها تغلى على النار بس زي الفل. تمام. هتاكل الصوص اللي نازل منها ده كده والبيون او البهريز وتسيب الكبده. حلو جدا. قول لي مفيش مع اللعيبه اللي انت سافرت معاهم اكتشفت في موهبه طبخ غير موهبه ان هو لعيب؟ يعني قلت له انت مش المفروض مكانك مش هنا مكانك في المطبخ. لا ما اعرفش لعيبه بتطبخ كويس. خد بالك معظم لعيبه الكوره ما تلاقيهاش بتطبخ كويس عشان طول الوقت هي في معسكرات في فنادق او بيعمل اكله معينه فما ما تلاقيهمش بيعرفوا يعملوا اكل. لا انا حتى مع يعني مش فاكر صحابي حد من صحابي من صحابي الرجاله يعني بيعرف يعمل اكل. لا في ليا والله واحد صاحبي اسمه محمد سوي بيعمل اكل كويس. حلو. بيعرف يشوي كويس. يعني كلنا المشوي ده حاجه لطيفه. بس الفكره في الشوي. التتبيله. انه ازاي تتبل اللحمه والفراخ والسجق والكفته والكلام العظيم ده. اعمل ايه؟ امسك لا الطاسه. امسك الطاسه نفسها. اوكي امسكها في ايدك الشمال. تمام. وتغرف بايدك اليمين. ماشي عشان الموضوع كبير قوي. ايوه موضوع صعب. اغرف. ايوه يلا جبنا اهو. يا سلام حبيبي. اعمل ايه بقى؟ احط كله؟ هناكل كله. هنعمل ايه؟ هنغرف اكيد يعني. ماشي. انا قلت لك هتلاقي ايه الجمال؟ ايه الحلاوه دي؟ هتلاقي اسئله اساس جميل جدا. كبده الفراخ بتكاكي مع كريم. يا سلام. بعد كده بقى هنرش شويه الصوص اللي في الاخر دول عليه. ده هم الا شويه دول فيهم الطحينه فيهم دبس الرمان فيهم الفكر الطهوي كله يعني. نفسي اجود والله بس مش عارف اجود ازاي. يا باشا وانت بتغرف تحس انك انت فنان بتجيب جون. الله عليك. يعني بص الطبق نظيف التفاصيل الصغيره الجميله الحلوه. الله عليك. بص بقى الحركه دي. ايوه يا سلام. ايوه الله عليك. هو ده هو ده يا سيدي. يا جماعه الموضوع صعب قوي. حلوه حلاوه. كنت تفكر انك انت تخش المطبخ تعمل الشغل؟ انا مستحيل اوصل للمرحله دي اصلا.